طبعا بنعزي انفسنا والشعب المصري كله النهارده حزين بوفاة طبعا الفنان المصري مصطفى درويش. كان طبعا توفي بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 43 سنة. طبعا في الاول او في الاخر ما بنملكش غير اننا نقول البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون. طبعا دلوقتي احنا في مستنيين صلاة الجنازة واللي هتكون ان شاء الله بعد صلاة العصر في مسجد الحصري في 6 اكتوبر. وطبعا الناس كلها النهاردة اتفاجئت لما كان الاستاذ هاني درويش شقيق الفنان مصطفى درويش اعلن خبر وفاة شقيقه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وكان أعلن أنه توفي. وطبعا السبب المعلن دلوقتي أذان العصر أهو أذن، وهنرجع تاني مع حضراتكم. طبعا زي ما احنا متابعين مع حضراتكم جنازة الفنان المصري مصطفى درويش، واللي كان توفي بشكل مفاجئ زي ما قلنا في البداية
عن عمر ناهز ال 43 عام. يمكن السبب المعلن، سبب الوفاه اللي كان تم اعلانه، ان كانت عضله القلب توقفت بشكل مفاجئ. وزي ما كنا بنقول قبل اذان العصر مع حضراتكم، ان كان الاستاذ هاني درويش شقيق الفنان مصطفى درويش اعلن خبر وفاة شقيقه من خلال او عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، واللي قال فيه: البقاء لله توفي الى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش. وكان اعلن ان تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري باكتوبر، وكان قال ايضا ان العزاء باذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد. وطبعا الفنان مصطفى درويش كان واحد من ابطال مسلسل بميت وش، واللي الحقيقه كان الدور اللي قدمه لمس قلوب الناس، والناس كانت حبته جدا، ويمكن ناس كتير جدا من اصدقائه واحبابه كانوا طلعوا وبيصرحوا بانه كان رجل، انه كان رجل خير، وكان راجل بيحب الخير، بيحب زمايله، بيحب شغله. طبعا يعني في النهاية ما بنملكش غير اننا نقول البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا حالة من الحزن سائدة هنا أمام مسجد الحصري في أكتوبر، حالة من الحزن سواء من الأهل طبعا أو من زملائه أو من الأصدقاء أو من حتى محبيه. طبعا ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر مباشرة هنا في مسجد الحصري ب6 أكتوبر. وخليني كمان اضيف لحضراتكم ان يمكن كنت بتكلم مع احد اصدقائه والمقربين ليه، كان بيحكي لي هو قد ايه يعني بيحب اصحابه، قد ايه علاقته كويسه بالناس، قد ايه اللي كان بيقدر يساعده كان ما بيتاخرش عن انه يساعد اي حد سواء عارفه او حتى لو حد غريب بيطلب منه حاجه ما كانش بيتاخر عنه. دلوقتي إقامة الصلاة، صلاة العصر، وبعديها على طول إن شاء الله هتكون صلاة الجنازة إن شاء الله على الفنان المصري الراحل مصطفى درويش. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.
الحياة عندنا
ودلوقتي تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل مصطفى درويش. لا بد وأن تكون قدوة صالحة، لا بد وأن تكون قدوة صالحة.
Thank you.